تمام، كويس جدا. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب برضو الشاشة واضحة؟ لو في مشكلة في الشاشة يا ريت برضو تعرفوني. تمام، طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول محاضرات هبتا كلينيكال فارمسي إن شاء الله بعنوان Introduction to Clinical Pharmacy. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول يعني أرحب بكل الدكاترة اللي حاضرين معانا النهاردة في أولى محاضرات هبتا كلينيكال فارماسي كفرع مهم إن شاء الله وأساسي، ويعني لي هيكون لي يعني إن شاء الله مساهمة كبيرة في هبتا، وربنا ييسر الأمور إن شاء الله وينفع بينا يا رب، ونقدر نقدم لكم حاجة كويسة إن شاء الله. الأول حابب بس أسأل اللي موجودين، كم واحد هنا بيمارس الكلينيكال فارمسي؟ يعني لو في حد بيمارس كلينيكال فارمسي يكتب إذا كان هو كلينيكال فارمسيست وفين؟ يعني هو مفيش رد، فتقريبا كل اللي موجودين لم يمارسوا الكلينيكال فارماسي من قبل. طيب يعني الحمد لله المحاضرة إن شاء الله تكون مناسبة لكل اللي موجودين إن شاء الله. الأول يعني تعريف بسيط كده بيا. أنا اسمي محمد غريب، بكالوريوس صيدلة 2013، وحصل على فارم دي 2017. إجمالي الإكسبيرينس بتاعتي كوميونيتي فارماسي 5 سنوات وسنتين كلينيكال فارماسي، و3 سنوات كإنستراكتور وترينر في كلا المجالين كوميونيتي فارماسي وكلينيكال فارماسي. تيتشنج أسيستنت في قسم الصيدلة الإكلينيكية كلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، واشتغلت كتريننج وديفلوبمنت مانجر لسلسله صيدليات دوائي في القاهره، و اتش ار اسيستنت مانجر لفتره يعني قصيره، وحاليا سي او لايبرس، شركه تدريب واستشارات صيدلانيه متخصصه في الصيدله. ده يعني باختصار انا مين. فنبدا ان شاء الله محاضرتنا، وحابب أبدأها بتقرير كتبه واحد مشهور في الولايات المتحدة سنة 1915 اسمه فليكسنر ريبورت. الريبورت دوت كان بيتكلم عن عدة وظائف تخص القطاع الطبي، فذكر فليكسنر في التقرير بتاعه عن مهنة الصيدلة الكلمات الآتية: Pharmacy could not be considered a profession because it was not intellectual in nature, highly profit motivated, and was dependent on a physician's order. يعني الراجل لخص الأوضاع في أمريكا سنة 1915 بالنسبة للصيدلة إن هي مهنة ملهاش لازمة وما فيش فيها أي مجهود أو ذكاء، وكل اللي بيحركك الربح بس والرغبة في إنك تكسب فلوس مش أكتر، وكل اللي بتعمله انك بتنفذ اوامر الطبيب فقط لا غير. ده كان راي مستر فليكسنر سنه 1915 من اكتر من 100 سنه في امريكا. النهارده الوضع في امريكا مختلف تماما عن الكلام ده. طب ايه اللي حصل في امريكا وصلنا من 1915 لحد النهارده؟
ده إن شاء الله هيكون يعني خلاصة اللي هنتكلم فيه النهاردة. الكونتنت إن شاء الله هينقسم لثلاث حاجات. أول حاجة brief history of pharmacy، وطبعا هخص بالذكر الهيستوري اوف فارماسي في اليونايتد ستيتس، لان هي دي الرول موديل بتاعنا اللي احنا نفسنا نوصل لحاجه زي كده. تاني حاجه هيكون الرول اوف كلينيكال فارماسيست، بعد ما هنعرف هم وصلوا فين لفين في امريكا، ايه دور الكلينيكال فارماسيست بقى في المستشفى وفي الرعايات المختلفه. تالت حاجه ازاي ابدا المهنه بتاعتي ككلينيكال فارماسيست. طيب دكتورة مي بتقول الصوت مش واصل لها، هل في أي حد تاني يا جماعة الصوت مش واصله؟ دكتورة مي لو سامعاني دلوقتي اكتبي تم، او يعني اي حاجة تبين ان انت سامعاني ان شاء الله دلوقتي. دكتورة مي لو سامعاني تمام خلاص ماشي. طيب ان شاء الله ده الكونتنت بتاعنا باختصار، يعني احنا هنحاول ان احنا ما نطولش كتير النهارده كمقدمه للموضوع بتاعنا ان شاء الله. الاوبجكتيفز بتاعتي ايه النهارده؟ ان شاء الله بنهايه السيشن دي هنكون عرفنا ايه هي المايلستونز الرئيسيه في المودرن فارماسي، ازاي وصلنا للكلينيكال فارماسي كتطور في المهنه، وازاي وصلنا للشكل الحديث للصيدله النهارده، وايه هو نكون ان شاء الله عرفنا ايه هو الرول بتاع الكلينيكال فارماسيست. انا لما اشتغل او لو انا شغال كلينيكال فارماسيست، ايه هو الرول المنوط بيا ان انا اعمله، وايه هي الخطوات اللي المفروض اخدها عشان اوصل لممارسه الصيدله الاكلينيكيه. ايه الهدف الرئيسي بقى من السيشن بتاعت النهارده؟ انه النهارده خطوه على الطريق ان شاء الله للوصول لممارسه الصيدله الاكلينيكيه بشكل محترف من خلال كل المحاضرات اللي هنعملها ان شاء الله في هبتا اكاديمي ان شاء الله. اول حاجه حابب ابدا بيها هي يعني تاريخ بسيط وموجز للقطات المهمه والرئيسيه في تاريخ الصيدله في الولايات المتحده، بما ان هي الرول موديل بتاعنا في الصيدله. بدايه بدا الموضوع سنه 1915 بتقرير فليكسنر اللي اتكلمنا عنه في البدايه، اللي قال ان الصيدله مهنه ملهاش لازمه، وان هم مجرد ناس بتطيع اوامر الطبيب، وان هم ناس كل هدفهم الربح والفلوس فقط. طبعا الكلام دوت ما عجبش الصيادله خالص في امريكا، وبداوا يدوروا على حلول للموضوع دوت. سنه 1927 الصيادله جابوا واحد اسمه تشارتر، وخلوه هو بقى يعمل تقرير من الصيادله عن الصيادله، يشوف ايه سبب المشكله عشان نبدا نحلها. الحقيقة الراجل بعد بحث وتدوير لقى انه السبب هو قلة العلم وقلة الخبرة، وانه الصيادلة للأسف لما بيتدخلوا بيكون التدخل بناء على جهل، ويعني بالبلدي كده بيفتوا، فبيودوا الموضوع بيخلوا الموضوع أسوأ من انهم يعني كانوا يسكتوا أحسن. فالراجل قال حلوله بناء على تحليله للموضوع انه يا إما الصيادلة يسكتوا خالص وما يتكلموش نهائي، يا إما الصيادلة يتعلموا. وبناء عليه قرر الصيادله ان هم يبداوا رحله التعلم. سنه 28 بدا الصيادله الهوسبيتال فارماسيست العاديين اللي في المستشفى اللي في يونيفرسيتي اوف ايوا، بداوا ان هم يعملوا حاجه زي زيارات كده للمستشفى او للاقسام المختلفه، ويشوفوا ايه اللي بيحصل في المستشفى بين المريض والدكتور، ويحاولوا يتعلموا حاجه. سنة 1932 يعني بعد تقريبا أكثر من 15 سنة من فليكسنر ريبورت، بدأ الصيادلة إنهم يتعلموا، بدأوا ياخدوا أول خطوة في الطريق الصح لتطوير المهنة بتاعتهم، وأنشأوا الأمريكان كونسل أوف فارماسي إديوكيشن. والأمريكان كونسل أوف فارماسي إديوكيشن ده هو اللي حط معايير التعليم الصيدلي في أمريكا، هو اللي نقله نقلة كبيرة جدا.
هو اللي وصلنا لانه سنه 1950 بدا يكون في حاجه اسمها فارم دي او دكتور اوف فارماسي ديكري من 6 سنوات بدات كشهاده اول ما بدات في يونيفرسيتي اوف ساوث كاليفورنيا في جامعه جنوب كاليفورنيا شهاده من 6 سنوات بخلاف اللي كان متعارف عليه وكانت مدعمه اكتر بمناهج مرتبطه بالممارسه ومدعمه اكتر بزيارات للمستشفيات في سنه 57 بدا الصيادله او الهوسبيتال فارماسيست يعملوا ويشاركوا في الراوندات بتاعه الدكاتره ودي كانت البدايه لظهور مصطلح الكلينيكال فارماسي بعدها بحوالي 4 سنوات سنه 61 ظهور المصطلح كلينيكال فارماسي كان نتيجه لسعي الصيادله ان هم يتعلموا ان هم يغيروا من المنهج التعليمي بتاعهم ويغيروا من الممارسه بتاعتهم وبداوا يشاركوا في الراوندات بفعاليه فبدا يظهر مصطلح الكلينيكال فارماسي لاول مره سنه 61 سنه 62 ظهر اول دراج انفورميشن سنتر والدراج انفورميشن سنتر ده مكان بيكون موجود فيه صيادله للاجابه عن اي استفسارات او اسئله خاصه بالدراج سواء بقى الجرعات الدراج انتر اكشن فارماكوكاينتكس بتاعه الدراج استخدام معين للدراج دوزز اي حاجه تخص الميديكيشنز بيتم الاجابه عليها في دراج انفورميشن سنتر مسؤول عنه بروفيشنال فارماسيست مدربين كويس جدا على الاجابه على الاسئله والبحث عن الاجابه الصحيحه والسليمه. في نفس السنه بدا يحصل حاجه اسمها ريزيدنسي بروجرامز اللي هي زي برامج الامتياز اللي بيكون فيها الصيدلي ملزم بقضاء فتره معينه داخل مستشفى زيه زي الطبيب كده. في سنة 66 في University of California عملوا بروجكت صغير كده سموه الناينث فلور بروجكت او البروجكت بتاع الدور التاسع. حصل ايه في الدور التاسع في المستشفى عندهم؟ قالوا احنا هنخلي في صيدلي موجود للتعامل مع الاطباء والمرضى 24 ساعة في ال 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع. ونشوف هل وجوده هيفرق ولا لا. لقوا الحقيقه ان وجود الصيدلي بيفرق جدا. مش بس كده لقوا انه ليه دور زي ما بيقول دكتورنا الدكتور طاهر حجاب انه ليه دور زي الادمان. وجود الصيدلي بقى مع الوقت الاطباء بيعتمدوا عليه وحسوا انه ليه دور مهم وبدا نقص الصيدلي اللي كان موجود بيفرق مع الدكاتره اللي موجودين في الدور. في سنه 67 بدا يظهر اول تعريف للكلينيكال فارماسي. إنه هي a concept or a philosophy emphasizing the safe and appropriate use of drugs for patients. حاجة برضو مهتمة أكتر بالاستخدام الآمن والسليم للدواء. سنة 68 ظهرت الـ parenteral nutrition أو التغذية الوردية والحقيقة دي من الحاجات اللي من بداية ظهورها والصيدلي كان ليه مساهمة كبيرة جدا فيها لأنه الصيدلي هو اللي كان بيحضرها بيظبط جرعاتها مسؤول عن كل حاجه فيها البارنترال نيوتريشن. في سنه 73 ظهر بقى مصطلح اجدد شويه من الكلينيكال فارماسي واعم واشمل من الكلينيكال فارماسي هو الفارماسيوتيكال كير او الرعايه الصيدلانيه. حاجه اكبر شويه انه في الفارماسيوتيكال كير جزء من الهيلث كير او الرعايه الطبيه زي ما في سيرجيكال كير ونيرس كير ودنتال كير اوجدوا مصطلح الفارماسيوتيكال كير اللي ما كانش موجود قبل كده لانه الصيدلي ما كانش مشارك في الرعايه الطبيه بشكل مباشر. من سنه 73 لحد سنه 2004 تطورت المصطلحات وتغيرت التعريفات بناء على الكونتريبيوشنز المختلفه اللي كان بيقوم بيها الكلينيكال فارماسي في الهيلث كير سيستم لحد ما وصلنا انه كان اخر تعريف للفارماسيوتيكال كير ان هي فلسفه تقوم عليها الممارسه الصيدلانيه. في سنه 2004 ظهر حاجه جديده اسمها الام تي ام او الميديكيشن ثيرابي مانجمنت ودي خدمه بيقدمها الصيدلي للمريض
بالتعاون مع الفيزيشن، بيكون زي حلقة وصل كده بين المريض وبين الفيزيشن لمراجعة كل الأدوية الخاصة بالمريض في أمريكا، وبيعمل له إديوكيشن على الميديكيشنز اللي بياخدها وعلى الأمراض اللي عنده والمشاكل اللي عنده وكل حاجة. والكلام دوت بيكون يعني مفيد جدا، وبيشتغل أكتر على المرضى اللي عندهم كذا كذا مشكلة وكذا كرونيك ديزيز مع بعض، هايبرتنشن مع دايابيتس مع مشكلة في الكدني مع مشكلة في المفاصل، كذا حاجة مع بعض. فعنده حاجة اسمها بولي فارماسي، عنده بياخد مجموعة أدوية توصل ل 10 أدوية مثلا. فالصيدلي هو المسؤول ان هو يعمل ميديكيشن ثيرابي مانجمنت، ان هو يظبط كل الادويه دي بالتنسيق مع الفيزيشنز اللي متابعين الحاله، لكذا فيزيشن مختلف، دكتور كارديو، دكتور عظام، دكتور اندوكراين، وكل واحد بيكون مهتم اكتر بان هو يظبط الحاله الخاصه بيه. دكتور الضغط اهم حاجه عنده ان الضغط يكون متظبط، ودكتور السكر نفس الكلام، دكتور العظام اهم حاجه عنده ان مريضه الكواليتي اوف لايف بتاعته تتحسن وما يحسش بالم وما يحسش بتعب اثناء حياته الطبيعيه. طيب مين اللي هيظبط كل اللي بين الناس دي؟ الصيدلي هو اللي بيظبط الموضوع دوت عن طريق الميديكيشن ثيرابي مانجمنت. وديت كان يعتبر من اوائل المرات، او يعني من الحاجات الفارقه في المهنه بتاعتنا، ان احنا بقينا بناخد فلوس مقابل سيرفيس وليس مقابل برودكت في امريكا. في سنه 2007 بدا الصيادله بيدخلوا بقى في حاجات اكبر زي الانتي مايكروبيال ستيورد شيب، وتحديد وعمل انتي مايكروبيال ستيورد شيب للمستشفيات المختلفه. في نفس السنه برضو بدا يدخل الصيدلي في التيم بتاع الترانسبلانتيشن، عمليات زراعه الاعضاء، وانه بيكون مسؤول عن متابعه المرضى دول بشكل كبير جدا، لانه اي ميديكيشن بيفرق معاهم. لحد ما وصلنا في سنه 2010 انه لاول مره كان انتخب صيدلي كبريزيدنت اوف السوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسن، لاول مره في تاريخ سوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسن ان الرئيس بتاعهم يكون صيدلي. صيدلي طبعا اكلينيكي وممارس للصيدله الاكلينيكيه في الرعايه الحرجه. ودي كانت من الحاجات الفارقه والكبيره جدا في تاريخ الصيدله. رحله كبيره للمهنه بتاعتنا في امريكا من سنه 1915 لما طلع الفليكسنر ريبورت انها هي مهنه يوزلس، مهنه ملهاش لازمه، عال على المجتمع الطبي، لسنه 2010 انه وصل ان الصيدلي بقى هو بريزيدنت اوف سوسايتي اوف كريتيكال كير ميديسن. رحله قوامها والعمود الفقري فيها هو العلم والتعلم والرغبه بان احنا نقدم حاجه حقيقيه ونقدم فاليو حقيقيه في المجتمع. الحقيقه الرحله دي ملهمه جدا للصيادله في اي مكان، انهم يتحفزوا وانهم يتحركوا ان هم يغيروا من الوضع القائم للاسف في مجتمعاتنا العربيه. طيب بعد كل الرحله دي ايه بقى اللي وصلنا له في الاخر؟ ايه هو الكلينيكال فارماسيست بقى؟ خلاصه الرحله الطويله دي. حسب الامريكان الاي سي سي بي الامريكان الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي، انه الكلينيكال فارماسيست هو صيدلي يعمل مباشره مع الفيزيشن واي هيلث كير او اي هيلث بروفيشنال تانيين زي النيرس، زي اي حد في المنظومه الطبيه والصحيه، علشان تو انشور ذات ذا ميديكيشنز بريسكرايبد فور بيشنتس contribute to the best possible health outcomes. انا كل مهمتي وكل وظيفتي او التعريف الاساسي ليا ان انا شخص موجود في المنظومه الطبيه والصحيه علشان ااكد انه الادويه اللي بتستخدم هي افضل ادويه تطلع لي افضل اوتكم ممكن. طبعا دوت هيتم ازاي؟ هيتم عن طريق الانتر اكشن والتفاعل، الريجولر انتر اكشن مع الفيزيشنز والهيلث كير بروفيشنالز اللي بيقدموا الرعايه الطبيه. وبرده من الحاجات اللي لازم يعني او بعض
الطلبه وانا بقابلهم في الجامعات او الناس اللي لسه جداد في مهنه الكلينيكال فارماسي بيكون متخيل انه العلاقه بين الكلينيكال فارماسيست وبين الطبيب هي ند بند، او انه علشان احنا سمعنا كلمه ريزيستنس كتير فبقينا متخيلين انه دايما في يعني تحفز كده وشد وجذب بين الصيادله والاطباء، وانا عايز اثبت نفسي وانت مش هتعلم عليا والكلام دوت. لا، الحكايه انه العلاقة بين الطبيب وبين الكلينيكال فارماسيست هي علاقة انتجريشن، تكامل أكتر منها تنافس. إحنا الاثنين هدفنا واحد، إن إحنا نقدم هيلف كير، رعاية طبية. هدفنا النهائي إن إحنا نخدم المريض. إحنا الاثنين بنشتغل patient centered. طيب إيه هو الرول بتاع الكلينيكال فارماسيست؟ أنا بعمل إيه في الرعاية؟ الحقيقة أنا بعمل حاجات كتير جدا في الرعاية، داخل الرعاية لو أنا شغال في رعاية حرجة، يعني زي انا شخصيا كنت شغال في رعايه حرجه، او سواء شغال مثلا في البارنترال نيوتريشن الجزء الخاص بالاي في ادميكسنج، او شغال في اي سيتنج تاني ان بيشنت اوورد، حتى ليا دور معين. الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي حددت الادوار دي في نقط معينه كده. اول حاجه ان انا بشوف الحاله بتاعه المريض اللي قدامي وبراجع كده، يعني انا بدخل الرعايه الصبح، لو لسه داخل الرعايه اول يوم بشوف اول حاجه بمسك الشيت بتاع العيان اللي فيه الادويه اللي مكتوبه ليه، وبراجع بشوف اول حاجه التشخيص بتاع العيان ايه، وايه الادويه او الامراض اللي الدكتور شايفها موجوده عنده، ايه التحاليل اللي طالعه لي، وايه نتيجتها، وايه الانتربريتيشنز اللي احنا شايفينها عليها، واشوف ايه الادويه اللي مكتوبه في شيت الميديكيشنز بتاعه العيان، وباسس الحاله بتاعه العيان. هل الادويه اللي مكتوبه له دي اوبتيمالي بتقابل النيدز والجولز اللي انا عايزها من الكير ولا لا؟ دي اول حاجه انا بعملها الصبح كده لما بدخل الرعايه. طيب شفت الميديكيشنز اللي مكتوبه، ببدا اقيم مدى الابروبريتنس، يعني هو ده انسب حاجه، هل هو ده افضل حاجه، هل هو ده اكتر حاجه افكتيف. ربما الدواء ده هو فعال وكويس، ولكن ربما في افضل منه حاجه افكتيف اكتر منه، فباسس وبايفالويت الابروبريتنس والافكتيفنس بتاعه الدواء اللي مكتوب. طيب انا شيكت على الحاله وشفت هل المشاكل اللي موجوده الادويه اللي موجوده مناسبه ليها ولا لا، وشفت ايه المناسب اكتر وايه اكتر حاجه مناسبه وكده واكتر حاجه افكتيف. بشيك بقى اذا كان في untreated problems، هل في مشاكل ما اتعالجتش، هل في حاجات نسيناها. لما اجي اشيك كده على المعامل بتاعه البيشنت بتاعي وراجعها كده حاجه حاجه، هل في حاجه وقعت مننا، هل في مشكله احنا نسيناها، هل في مشكله عدت على الطبيب. ربما انا بعدي او انا بشوف المريض في وقت كان بعد مثلا ما الفيزيشن شافه بساعه ساعتين فحصل ابديت جديد، حصل تدهور معين في الحاله، او الحاله بدات تتحسن، فتدهور الحاله او تحسن الحاله ده بيستدعي انترفينشن. هل هنوقف دواء، هل هنغير دواء، هل هنقلل دوز، هنعلي دوز اكوردنج تو البروتوكول اللي احنا بنكون متفقين عليه سوا مع الدكاتره. بعد كده فولو البيشنتس بروجريس عشان اديترماين الافكت التاثير الميديكيشنز اللي المريض بياخده على صحته. طبعا انا مش بصرف دواء، مش بكتب دواء او بعمل انترفينشن واسيب المريض وخلاص، لا، انا الفولو اب ده عمليه يوميه بالنسبه لي، واحيانا بيكون في صيادله على مدار ال 24 ساعه، بالذات في الاماكن الكريتيكال زي الرعايه الحرجه زي الاي سي يو، الصيدلي موجود بشكل يعني في بعض الرعايات 24 ساعة وفي بعض الرعايات 12 ساعة. ليه؟ علشان أنا لازم أكون موجود ببفولو أب باستمرار الإفكت بتاعي، ربما دراج معين يعمل لي سايد إفكت معين خطير، ربما مثلا أنا باخد حاجة نيفروتوكسيك، باخد في مريض معين بياخد مثلا فانكومايسين مع أمينوغلايكوسايد، فأنا عندي ريسك للنيفروتوكسيستي، فلازم أفولو أب باستمرار معاه وأخلي بالي اليورين أوتبوت بتاعه عامل إيه، اليورين أوتبوت قل، حصل مشكلة، فلازم الفولو أب باستمرار مع البيشنت. كمان بكونسلت مع الفيزيشنز، يعني الكونسلتيشن مع الفيزيشن دي حاجه اساسيه ويعني يوميه في شغلنا. الراوندات اللي بنعملها هي عباره عن كونسلتيشن طول الوقت،
هل ده افضل ولا دوت، طب ايه الاحسن، طب ايه الامن، طيب اللاين ده امتى هنغير منه لللاين دوت، ومناقشات طول الوقت علشان نوصل لافضل حاجه للمريض. من ضمن الحاجات اللي بنعملها برضو لو المريض عندي خلاص الحمد لله بدأ يتحسن وبدأ كل حاجة بقت كويسة، فأنا هنقله مثلا من الرعاية وهوديه الورد، أو إنه في الورد وهيطلع خلاص أوت بيشنت. فمن ضمن الأدوار اللي إحنا بنعملها إن إحنا بنقعد مع المريض نتكلم معاه عن حالته، نفهمه شويه عن حالته ونفهمه أكتر عن الأدوية أو الحاجات النان فارماكولوجيكال اللي مطلوبة منه، او اي نصايح معينه مطلوب ان احنا نعمل لها education للبيشنت علشان تحسن من الحاله بره، او اي فول اب بقى هو محتاجه. ربما الحاله دي محتاجه اكل معين فبكلمه عنه، محتاجه شرب معين، دواء بيتاخد بطريقه معينه، كل الحاجات دي بعمل له education كويس كجزء من الفول اب بتاعي للحاله. طيب دي 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 جزء يعني جزء من الادوار اللي انا بعملها، او يعني باختصار بسيط كده ليوم صغير كده في يوم من ايام الكلينيكال فارماسيست. انا دخلت وعملت اسيست للحاله واخترت الادويه المناسبه وشفت ايه الانسب، شفت لو في حالات مش متعالجه او مشكله مش موجود مش ملهاش علاج محطوط فببدا اشوف ايه العلاج الانسب، او ربما ميديكيشن محطوط زياده او في دوبليكيشن او في او في دوزنج ايرور، كل المشاكل دي ببدا اظبطها بالتنسيق مع الفيزيشنز اللي موجودين، وبيحصل كونسلتيشن، بيحصل نقاشات اثناء الراوند. وفي الاخر لو في مريض هيمشي انا بعمل معاه فولو اب وممكن اعمل له اديوكيشن كمان. طيب ازاي بقى انا بقدم كل الخدمات دي او الكير دوت انا بقدمه ازاي؟ الحقيقه الرول بتاعي هو عبارة عن process مش event، يعني هو عبارة عن خطوات، خطوة بتسلم خطوة. البروسيس دي هدفها الرئيسي اني اتأكد من الـ appropriateness والـ effectiveness والـ safety للـ patient's medication use. ثلاث حاجات، انه يكون appropriate، انه يكون effective، وانه يكون safe. من الحاجات الرئيسية اللي بعملها علشان اقدم الخدمة دي ان انا والطبيب، انا والاطباء اللي معايا في الرعايه بنتناقش وبنحط الميديكيشن بلان للمريض، يعني بنحدد ايه الجولز اللي احنا عايزين نوصل لها وبنحط البلان اللي احنا عايزين وليكن مثلا داخل لي مريض في بسيفير ديهايدريشن هايبوفوليميك شوك، وبنبدا نحط سوا البلان. طبعا في حاجات بديهيه واوليه الفيزيشن بيحطها بشكل مبدئي واساسيه، وبعدين بنبدا نتناقش في الحاجات اللي فيها ديبيت او فيها اختلاف. لو مثلا انا شاكك في انفكشن معين، فبنبدا بقى نتناقش طيب الانفكشن دي ايه السورس بتاعها او ايه نوعها، طيب هو داخل لي النهارده بنيمونيا، هل هي كوميونتي اكوايرد ولا الهيستوري بتاعي بيقول ان هي هوسبيتال اكوايرد، طب ايه البيست امبيريكال انتيبيوتيك، طيب لو هدخل بعد كده الامبيريكال دوت فيرست لاين ما جابش نتيجه هشفت لسكند لاين فهنختار ايه. الحاجات الانفكشوس من اكتر الحاجات اللي بيكون فيها مناقشات كتيره جدا بيننا وبين الفيزيشنز في الرعايات. طبعا جزء اساسي في تقديمي للرعايه هو ان انا بتاكد ان تظبيط ان الميديكيشن دوزنج، بخلي بالي جدا من الادفيرس افكتس. يمكن محدش هياخد باله من الادفيرس افكتس قد الصيدلي، محدش بياخد باله من الدراج انتر اكشنز قد الصيدلي، فدي من الحاجات الرئيسيه اللي بخلي بالي منها. ومن الحاجات اللي لو انت ما عملتهاش في الغالب محدش هيعملها وهتعدي على كل الناس، انه في دراج انتر اكشن او انه في ادفيرس افكت حصل من دواء والناس مش واخده بالها، لان ما فيش النولج اللي عندها انه الدواء ده هو اللي سبب الادفيرس افكت ده. طبعا مع الوقت ومع الاكسبيرينس وجود الصيدلي في الرعايه والخبره بتاعته في الرعايه بيكون يعني عمود خيمه الحقيقه من ممارستنا مع الوقت اللي احنا قضيناه في الرعايات المختلفه. ودي من الحاجات
اللي الواحد بيكون سعيد وهو شغال في الرعايات، انه يحس ان هو الناس بتعتمد عليه بشكل كبير، وبتعتمد على خبرته، وبتعتمد على علمه بشكل كبير. وانه الصيدلي لو ما بقاش موجود في الرعايه، او في اليوم اللي الواحد ما يروحش فيه او يغيب فيه لسبب معين، بتلاقي دايما الرسائل على الواتس: يا دكتور الحاله الفلانيه محتاجه كذا، دوز معينه احنا متلخبطين فيها، طيب طلعت لنا مزرعه ومحتارين نختار انه انتيبيوتيك، والحاجات دي من الحاجات اللي بتحسس الواحد انه يعني الحمد لله المهنه لسه فيها امل، ولسه في روح فيها ان شاء الله. طيب نيجي لسؤال مهم: ازاي انا اكون صيدلي اكلينيكي، او ازاي اشتغل في الصيدله الاكلينيكيه؟ طيب لو حد لسه معايا دلوقتي وسامعني، كم واحد اخذ خطوه فعليه في اتجاه ان هو يشتغل في الصيدله الاكلينيكيه؟ لو حد كتب بس يقول ان هو اخذ خطوه، يقول لنا باختصار هو عمل ايه، يعني انا اخذت بورد، انا اخذت فارم دي، انا اخذت حاجه ايا كان ايه هي. طيب يعني تقريبا ما حدش من اللي معانا في المحاضرة دلوقتي أخذ أي خطوة في اتجاه إن هو يمارس الصيدلة الإكلينيكية. تمام. طيب كم واحد من اللي موجودين في السعودية إن شاء الله وناوي ينزل مصر يدرس أو يشتغل كلينيكال، أو ناوي يشفت لكلينيكال لو هو مش شغال كلينيكال، وعايز يعرف إيه هي الحاجات المطلوبة؟ طب كم واحد لسه معايا اللي لسه معايا يقول تمام، يقول أي حاجة؟ تمام. طيب كم واحد قرر هو هي هي هيدرس ايه او هياخد ايه؟ يعني لو حد فيكم اخذ القرار وقال انا هبدأ ادرس كذا. تمام. دكتورة ليلى ناوية تدخل امتحان البورد في سبتمبر. تمام، كويس جدا، ممتاز. الدكتور يوسف معاك فارم دي بس شغال لسه في الدعاية، لسه ما اشتغلتش في الكلينيكال. تمام. والدكتور محمد حفني لسه بتفكر في البورد، ولكن لسه برضو ما دخلتش الامتحان. تمام. تمام، يعني ما بين البورد وما بين الفارم دي. طيب دكتور يوسف معاك فارم دي من دولة ايه؟
تمام، ممتاز جدا، ممتاز. طيب طيب خلينا نقول بقى يعني ان شاء الله ايه الحاجات اللي موجودة علشان ابدأ امارس الصيدلة الاكلينيكية. الحاجات او الشهادات اللي موجودة حاليا في الوطن العربي اللي تخص الكلينيكال فارماسي هي الاربع شهادات الرئيسيين اللي موجود في اللي موجودين في السلايد دي، الماسترز اوف كلينيكال فارماسي والفارم دي والفيلوشيب او الزماله اوف كلينيكال فارماسي والبي بي اس اللي هو البورد اوف فارماسي سبيشاليتي او المشهور بان هو البورد الامريكي للصيدله الاكلينيكيه. طيب هناخدهم كده نقطه نقطه. وطبعا انا عارف الحاجات دي بتحير ناس كتير في بدايه الطريق، انا اخد انه ناحيه، اخد فارم دي ولا اخد البورد ولا اخد ايه؟ طيب ايه اللي هاخده ويشغلني وايه اللي هاخده ويكون ويست اوف ماني ويست اوف تايم ومش هيشغلني في الاخر؟ طيب خلينا نبدا الاول بالكلام عن الوضع في مصر، لانه في بعض الزملاء ناويين ينزلوا مصر يشتغلوا كلينيكال، اللي هم في السعوديه حاليا ناويين ينزلوا مصر يشتغلوا كلينيكال. لو احنا بصينا على الاعلانات اللي موجوده حاليا للوظائف المتاحه للكلينيكال فارماسي هتلاقوها كلها بتقول مطلوب للعمل باحدى المستشفيات الكبرى صيدلي اكلينيكي، ويشترط الحصول على شهاده فارم دي او الزماله في الصيدله الاكلينيكيه، ويفضل ان يكون حاصل على البورد الامريكي. الحقيقه السوق بتاع الكلينيكال فارماسي في مصر وفي الخليج في الفترة الأخرانية دي بدأ يتغير بشكل سريع جدا. يعني لو قلنا مثلا من حوالي 5 سنين فاتت كان السوق في أو الكلينيكال فارماسي فيكنسيز في السعودية كانت مفتوحة وبتاخد مصريين وبتاخد من معظم الجنسيات. لكن في خلال السنتين اللي فاتوا دول مع بداية السعودة يكاد يكون اتقفل الباب لغير السعوديين في مجال الكلينيكال فارماسي في السعودية. والمجال اللي موجود أو الوظائف المتاحة في الخليج في الكلينيكال فارماسي في الإمارات مثلا أو في قطر في الغالب الريكويرمنتس بتاعتها خارج نطاق كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، سواء الفارم دي أو الزمالة المصرية أو الماسترز اوف كلينيكال فارماسي اللي متاخد من مصر. لو بصينا في الوظائف مثلا على لينكد ان وبحثنا عن الوظائف المطلوب فيها صيدلي اكلينيكي في الخليج العربي خارج نطاق السعوديه في قطر مثلا وفي الامارات، هتلاقي ان هم في الغالب بيطلبوا فارم دي من امريكا او دراسه في الكلينيكال فارماسي من امريكا او اليو كي، وبيشترطوا احيانا كمان انه يكون في عندك سنه اللي هي بوست جراديويت يير 1 بي جي واي 1 من امريكا او من مستشفى معتمده من امريكا. ده بالنسبه للوضع في الخليج. لكن لو انت هتنزل مصر افضل الحلول حاليا علشان تقدر تمارس الصيدله الاكلينيكيه هي الفارم دي اللي موجوده في مصر. والفارم دي في مصر موجوده في جامعات كتير، موجوده في القاهره، في عين شمس، موجوده في بني سويف، في قناه السويس، في كفر الشيخ، في الاسكندريه، في جامعات كتير الحقيقه. والريكويرمنتس بتاعت كل جامعه بتختلف. والفلوس كمان بتختلف، يعني الفارم دي بتبدا في مصر من 20,000 لحد ربع مليون جنيه في 57/357. فارم دي في 57/357 بالاشتراك مع او بالتعاون مع جامعه كولورادو في امريكا ب 15,000 دولار امريكي. ودي اغلى فارم دي في مصر الحقيقه، يعني هي يعتبر اقيم فارم دي في مصر لان هي بالتعاون مع جامعه امريكيه، ولان هي هتكون شبه معتمده وهيكون فيها بي جي واي 1 تقريبا ان شاء الله لما تتعمل، وهتكون تقريبا ثاني بي جي واي 1 خارج امريكا بعد البي جي واي اللي هي بوست جراد وتير 1 اللي هي زي سنه الامتياز اللي موجوده حاليا في السعوديه. فارم دي هي سنتين، سنه نظري، منهجها قريب جدا جدا من منهج البورد الامريكي. يعني احنا زمايلنا لينا زمايل واخدين فارم دي من قناه السويس، من جامعه القاهره، من بني سويف، يكاد يكون المنهج شبه بعضه وكله تقريبا متاخد من البورد، من منهج البورد.
ربما بعض التعديلات هنا او هناك، ولكن يظل المحتوى قريب من بعضه انه محتوى البورد. دي اول سنه. السنه الثانيه بتكون راوندات في مستشفيات مختلفه، ويمكن دي الحاجه اللي بتميز جامعه عن الثانيه، كميه المستشفيات اللي كل جامعه متعاقده معاها وعدد ساعات الراوندات العملي اللي بتتم في كل جامعه. يعني يكاد يكون دلوقتي افضل جامعه على في مصر فيها نظام راوندات محترم جدا بصراحه في برنامج فارم دي هي جامعه القاهره، متعاقده تقريبا مع تقريبا في حدود 9 مستشفيات مختلفه في القاهره الناس بيلفوا عليها، ما بين بقى المستشفيات المتخصصه زي معهد القلب، زي مستشفى العباسيه للامراض النفسيه، حاجات متخصصه وحاجات عامه، وبرضه بيعدوا علينا فابوريش الياباني كتخصص اطفال. بصراحه الراوندات بتاعتهم ممتازه، بتعدي تقريبا على كل التخصصات. لكن باقي وفلوس فارم دي القاهره حوالي 40,000 او حاجه و40,000، يعني هي وسط ما بين الحاجات اللي ب 20 وبين الحاجات اللي ب 80. اللي ب 80 دي جامعه عين شمس، وجامعه عين شمس بدأ اول فارم دي ليها كان السنه اللي فاتت، فاحنا منتظرين نشوف الراوندات بتاعتهم هتكون عامله ازاي، بس اعتقد ان هي يعني مش هتقل في الكفاءه عن الراوندات بتاعه جامعه القاهره الحقيقه. تمام، لسه معايا دكاترة؟ عذرا على الانقطاع الصغير دوت. طيب دوت فيما يخص شهادة البورد، أو عذرا دوت فيما يخص شهادة الفارم دي. الفارم دي حاليا في مصر هي رقم واحد. دكتور محمد بيسأل هل لازم أكون واخد شهادة الماجستير الأول علشان أخد فارم دي؟ الحقيقة لا، الفارم دي بتاخدها بياخدوها الطلبة دلوقتي، يعني معظم طلبة صيدلة أو الطلبة اللي حابين إن هم يشتغلوا كلينيكال في مصر بيتخرج والسنة اللي بعديها على طول بيدخل فارم دي، ياخد السنتين بتوع فارم دي علشان يشتغل بيها كلينيكال، فهي ما بتشترطش خالص إنك تكون واخد ماجستير الأول. ولكن يعني انت مثلا لو هتقدم في جامعه القاهره، فجامعه القاهره لانه العدد المرتبات او العدد الاقبال عليها كبير جدا. دكتوره لاليا بتسال عن المرتب، طيب حاضر هاجي للنقطه دي دلوقتي. لانه الاقبال بيكون كبير على جامعه القاهره مثلا، فتلاقي جامعه القاهره بتطلب شروط عاليه، بتقول ان انا عايز ناس تكون واخده امتياز، طيب انا الامتياز عندي تمام ولسه في مكان، يبقى هاخد الناس اللي معاها امتياز ومعاها مثلا دبلومه، او الناس اللي معاها امتياز ومعاها بورد، علشان تفلتر الناس على قد العدد اللي مطلوب عندهم. لكن بشكل عام لو هتاخد فارم دي ما لهاش متطلبات، وعندك اوبشنز كتير جدا في مصر تاخد فيها الفارم دي. طيب المحتوى العلمي للفارم دي هل هو تقيل؟ لا، يعني برضو ايه علشان الناس ما تحطش اكسبكتيشنز كبيره جدا للفارم دي في مصر ان هي يعني هتعلمنا وهتظبطنا والمحتوى بتاعها قريب من البورد فاحنا هنطلع حلوين. الحقيقه حتى على الرغم من الاجتهاد في انه الفارم دي تكون قويه والاجتهاد انه السنه الاولانيه يكون المحتوى بتاعها قريب من محتوى البورد، بتظل بس العائق او المشكله اللي بتوقع الفارم دي انه اللي بيدرسها كلهم دكاتره اكاديميين وليسوا ممارسين، يعني مش صيادله اكلينيكيين ولم يمارسوا الصيدله الاكلينيكيه، وهم دكاتره عاديين، دكاتره فارما، دكاتره مايكرو، دكاتره سيوتكس، هم اللي بيدرسوها. فمفتقدين بشكل كبير جدا 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 للجانب العملي في البراكتس، والكلينيكال سنس في التدريس مش موجود خالص للاسف. طيب الفارم دي طبعا معترف بيها من وزاره التعليم العالي، والفارم دي المصريه معترف بيها في الخليج، ولكن غير يعني
كان الاول فارم دي الحقيقه ليها وضع كبير جدا في الخليج، لدرجه انه في مصريين مش بس مارسوا الصيدله الكلينيكيه في الخليج بالفارم دي المصريه، ولكن كمان درسوا في الجامعات بفارم دي المصريه، راحوا كمحاضر في بعض الجامعات في قسم الصيدله الكلينيكيه بفارم دي المصريه. ولكن حاليا الوضع اختلف، لانه طبعا العدد زاد جدا في مصر لطلبه الناس اللي واخدين فارم دي، والمتطلبات في الخليج عليت جدا عن الفارم دي المصريه. يبقى طيب الحل اللي بعد كده، او نجاوب على السؤال بتاع المرتب بعد ما نستعرض كده الحاجات المختلفه اللي عندنا يا دكتوره ليلى، تمام؟ لانه برضو ايه يعني في اختلاف في موضوع المرتب. تاني حاجه او تاني حاجه هتلاقوها موجوده في الاعلان اللي مطلوب فيه صيدلي اكلينيكي في مصر، هو الزماله المصريه في الصيدله الاكلينيكيه. لا مش شبيه بمنهج صيدله يا دكتور محمد. ايوه هو فعلا يشبه البورد بشكل كبير، انه الناس بناخد مثلا في اول ترم منهج كارديولوجي، وبناخد بطنه، وبناخد جزء من الاندوكراين، وفي الترم الثاني بناخد حاجات سايكاتري، وبناخد نيورو. لا هو منهج شبيه جدا بمنهج البورد في معظم الجامعات المصريه، لكن في جامعات بتطعم او بتزود على المنهج حاجات خاصه بصيدله، او حاجات يعني مش هتفيدك قوي الحقيقه، لانه يعني مش كل الجامعات زي بعضها، ومش كل الجامعات بنفس القوه. بس كل الاتجاه العام دلوقتي ان هم بقوا ياخدوا من البورد، باعتبار ان البورد هو المصدر الاول للمعلومه الخاصه بالكلينيكال فارماسي. الزماله المصريه يعني من وجهه نظري المتواضعه بعد الممارسه الفعليه في الصيدله الاكلينيكيه، هي اقوى شيء بيدي علم حقيقي في الصيدله الاكلينيكيه، لانه الزماله هي عباره عن 3 سنوات من اللف على المستشفيات. يعني زمايلنا اللي معاهم فيلوشيب في الزماله المصريه في الصيدله الاكلينيكيه، الحقيقه ما شاء الله عليهم، يكاد يكون كل المستشفيات الكبيره في القاهره عدوا عليها، وكمان خارج القاهره في عدوا عليها. كل المستشفيات المتخصصه، معهد الكبد، معهد القلب، احمد ماهر، معهد ناصر، عدوا على معهد الاورام، عدوا على نفسيه وعصبيه، عدوا على كل حاجه. ويعني بيشتغلوا شغل بجد، وبيتعلموا علم بجد. فالحقيقه انا شايف الزماله من الحاجات الممتازه جدا اللي بتدي علم. حتى زمايلنا اللي احنا اشتغلنا معاهم الزماله المصريه، مستواهم العلمي كان اعلى مننا احنا اللي واخدين فارم دي، واعلى كمان، ربما اعلى كمان من الناس اللي معاها البورد الامريكي فقط. ولكن مشكله الزماله ايه؟ مشكله الزماله في الوقت الطويل، هي يعتبر اطول حاجه، هي بتاخد 3 سنوات. وللاسف الشديد، للاسف الشديد، الزماله المصريه في الصيدله الاكلينيكيه غير معترف بيها في الخليج والسعوديه لحد النهارده. يعني زمايلنا اللي اتخرجوا حاولوا وعملوا مجهودات كبيره علشان خاطر يتم الاعتراف بالزماله المصريه في الخليج، ولكن للاسف لحد النهارده لم يتم الاعتراف بالزماله المصريه في الصيدله الاكلينيكيه. طيب لا يا دكتور محمد، هو دكتور محمد بيسأل بيقول هل من المتطلبات أن أكون حديث التخرج أو في فترة معينة، ولا ممكن في أي وقت؟ لا الحقيقة أنا كان معايا زملاء واخدين معايا الفارم دي دفعة برضو 2001 ودفعة 2002 ودفعة 2000، وانا كنت 2013، وكنا كلنا في كلاس واحد يعني. فلا ما يشترطش خالص، او مش طالبين خالص ان انت تكون خريج دفعه معينه. وبعدين كتر الجامعات اللي فتحت حاليا فارم دي، يعني تقريبا معظم الجامعات المصريه فتحت فارم دي. انت عندك القاهره، عين شمس، بني سويف، قناه السويس، المنصوره، كفر الشيخ، جامعه الدلتا، جامعه اسكندريه، دول 8 جامعات فاتحين فارم دي في مصر، فبياخدوا طلبه فارم دي. فانت عشان كتر الجامعات الكتير اللي طالبه ناس، فهتلاقي في جامعات كتير الشروط بتاعتها قليله جدا، حتى يمكن ما تطلبش تقدير،
ما بتشترطش تقدير. يعني في ناس كانت بجيد وجيد يعني يدوب 66% ودخلت واخدت فارم دي ما فيش مشكلة يعني. طيب النقطة اللي بعد كده هي الماسترز اوف كلينيكال فارماسي. هو انا حابب اخلي البورد للاخر لسبب معين يعني. الماسترز اوف كلينيكال فارماسي او ماجستير الصيدلة الاكلينيكية من الحاجات الجميلة برضو، من الحاجات اللي يمكن دي اكتر حاجة في الحاجات اللي موجودة كلها اللي ممكن تفتح شغل في الخليج سواء في السعودية او غيره، كتيتشنج اسيستنت في الجامعة او كمعيد او كمدرس في جامعة في الخليج بالماجستير بتاعك. والماجستير من الحاجات اللي برضو يعني انت لو الحكاية ترتيب الشهادات حسب القوة. تمام، هو انا بقولهم واحدة واحدة وبعدين هرتبهم دلوقتي حسب المطلوب منهم في السوق ايه وحسب ايه اللي شغلك اكتر. هقولهم دلوقتي. الماجستير ليه ميزة انه بيفتح لك طريق تاني غير طريق، يعني مش انت مش مجرد بس ان انت هتشتغل صيدلي كلينيكي. الميزة اللي موجودة في الماجستير ان هي بتدخلك في سكة التدريس كمان بجانب شغلك كصيدلي كلينيكي. فاحنا معانا زملاء مخلصين الماجستير شغالين معانا في المستشفى في الرعاية، مخلص ماجستير صيدلة اكلينيكية وشغال حاليا في الدكتوراه بتاعته، فهو فتح لنفسه سكة في كارير التدريس والكارير الاكاديمي، وفي نفس الوقت شغال ممارس صيدلي اكلينيكي. فالحقيقه دي جامعه الميزتين مع بعض. ولكن هل الناس اللي معاها ماجستير صيدله اكلينيكيه مطلوبين يعني وبيتكتب في الاعلان يشترط الحصول على ماجستير صيدله اكلينيكيه؟ لا، الحقيقه ما يشترطش. طيب ايه المشكله اللي في الماجستير؟ مشكله الماجستير في الوقت، انه انت طبعا بتقدم وبتاخد تمهيدي ماجستير وبعدين تبدا تعمل الاستادي بتاعتك او الدراسه بتاعتك ونقطه ومناقشه وموضوع، فممكن ياخد سنتين 3 سنين 4 سنين، انت مش عارف الموضوع ممكن ياخد معاك يوصل لحد 6 سنين بحد اقصى. وبعد ما بتاخد الماجستير لو هتشتغل مثلا في جامعه، فانت يعني الشغل بتاع الجامعات مش للاسف مش مفتوح قوي ان يعني انت عشان معاك ماجستير تشتغل. في بعض الزملاء كانوا عندكم في السعوديه يا دكتورنا وكانوا شغالين برضو، يعني كان في احد الزملاء شغال في سانوفي السعوديه، راح عمل ماجستير صيدله كلينيكيه في ماليزيا. الحقيقه كذا حد راح عمل ماجستير صيدله كلينيكيه في ماليزيا. هو الميزه ان هو سنه واحده بس، فما بيطولش، يمكن اقصر من الفارم دي واقصر من الزماله واقصر من كل حاجه. بيروح ماليزيا ياخد ماجستير سنه واحده ويرجع مصر يعمل له معادله وياخد المعادله بماجستير مصري، وبياخد يعني بياخد اللي هو ايه تصريح وزاره او زي موافقه كده من وزاره التعليم العالي ان الماجستير ده معترف بيه في مصر، فبيشتغلوا بيه. او يعني هو زميلنا اللي عمل كده مش عارف لحد دلوقتي هل هو اشتغل او ما اشتغلش بصراحه، هو كان معانا في المستشفى وساب المستشفى راح مكان تاني، ولكن هو كان بيسعى وقابلته شويه مشاكل في ان هو يعادل الماجستير اللي واخده من ماليزيا من وزاره التعليم العالي المصريه. اخر حاجه هتكلم فيها هي البورد. البورد الامريكي هو شهادة عالمية ومعروفة في كل مكان في الدنيا، ولكنها ليست شهادة رسمية مصرية، يعني مش زي الفارم دي ومش زي الزمالة ومش زي الماجستير. هي شهادة أمريكية بتقول لك ان انت اجتزت امتحان معين وان انت شاطر في الحتة الفلانية، فهي added value ليك، يعني هي حاجة بتضيف لك ولكن ليست حاجة أساسية. كان الأول قبل وجود كل الشهادات دي وقبل انتشارها دلوقتي، كان البورد الأمريكي هو أشهر حاجة، وكان اللي بياخد البورد الأمريكي كان في فترة من الفترات وزارة التعليم العالي بتعتبر البورد الأمريكي بمثابة ماجستير في الصيدلة الإكلينيكية، وفي ناس أخذوا فعلا معادلة للبورد الأمريكي بماجستير صيدلة إكلينيكية. ولكن الموضوع ده انتهى تماما في سنة اعتقد 2013، كان اخر سنة حصل فيها حاجة زي كده ان هم يعادلوا البورد الامريكي بماجستير الصيدلة الاكلينيكية. وحاليا البورد الامريكي في كل مكان في مصر وخارج مصر هو شهادة اضافية بتضيف ليك ان انت شاطر في مجال الصيدلة الاكلينيكية،
وشاطر في التخصص الفلاني. انا اصلا يعني فكره البورد انه بيفترض ان انت، او بيشترط حتى ان انت تكون مارست سنتين على الاقل قبل ما تدخل الامتحان، فالامتحان هو بياكد شطارتك في الفارماكوثيرابي، وبعد كده تبدا تتخصص سواء في الكريتيكال كير او في الانفكشس ديزيز او ايا كان التخصص، او انكولوجي او ايا كان. برضو كل امتحان من دول بيشترط ان انت تكون اصلا ممارس. يعني حتى اللي بيدرس منهج البورد، منهج البورد والحاجات اللي بتنزلها الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي الخاصه بالبورد، هي عباره على فكره عن يعني هيدلاينز، عناوين، وليس محتوى تفصيلي. يعني لو واحد مش متعمق او مش دارس كويس وقرا، اول حاجه يقراها هو منهج البورد الامريكي، هيلاقي في حاجات كتير قوي واقعه منه، لانه المنهج عباره عن عناوين فقط. انت محتاج تقرا كتير قبل ما تذاكر البورد، او علشان تذاكر البورد. ولذلك هتلاقي السنترز الكتير اللي بتدرس البورد اونلاين بتعتمد على الموضوع ده، انه منهج البورد اللي موجود هو عباره عن عناوين، فهو بيقول لك تعالى وانا هشرح لك وافهمك واعرفك واقول لك الامتحان بيجي ازاي وكده. طيب بناء على كل ما سبق، ايه ترتيب الحاجات دي من حيث القوه؟ طيب ترتيبها بيعتمد مبدئيا على نيتك، هل انت ناوي تشتغل في مصر ولا خارج مصر؟ احنا معانا يعني الدكتور يوسف زميلنا، عذرا، معانا دكتور يوسف زميلنا. انت واخد الفارم دي من السعوديه، هنا الوضع مختلف تماما عن بقيه الزملاء المصريين. فارم دي من السعوديه، انت ما عندكش اي مشكله خالص في ان انت تشتغل في السعوديه، بالعكس دلوقتي انت ليك اولويه عن اي حد تاني في شغلك في الكلينيكال فارماسي. طيب انت لو عايز تدعم الفارم دي اللي انت واخدها، هتدعمها بايه؟ هتدعمها بالبورد. افضل حل او افضل حاجه تاخدها دلوقتي دكتور يوسف هي البورد الامريكي. فحصولك على البورد الامريكي زائد انت متخرج اصلا بشهاده فارم دي، انت كده ليك اولويه في ان انت تشتغل ككلينيكال فارماسيست. تمام. طيب بالنسبه للزملاء المصريين، المصريين بناء على الاعلانات اللي بنشوفها دلوقتي في كل مكان تخص ناس عايزة تشتغل في الصيدلة الإكلينيكية، رقم واحد هي الفارم دي، رقم واحد هي الفارم دي، وبيوازيها الزمالة. ولكن حاليا الفارم دي بدأت تطغى وتاخد مساحة كبيرة جدا، أكتر من الزمالة وأكتر من أي حاجة تانية. البورد هو شهادة تكميلية وليست شهادة أساسية. حاليا الريت والمعدل بتاع الناس اللي بتاخد بورد بقى في النازل، والريت والمعدل بتاع الناس اللي بتاخد الفارم دي بقى في الطالع جدا، وعدد خريجين الفارم دي في مصر بيزيد سنة عن سنة. فاللي يلحق يقدم بدري طبعا ياخد الأول، لأنه كل شوية الأعداد عمالة تزيد الخريجين. الماجستير هو الحل الأفضل للشخص اللي عايز يشتغل كلينيكال وفي نفس الوقت يكمل في الكارير الأكاديمي. طبعا الزملاء اللي خريجين 2001 2002 او يعني مر سنوات كتير على التخرج، ان انت تبدا تعمل ماجستير دلوقتي طبعا مش مستحيل ومش حاجه يعني اللي هي صعبه جدا، ولكن عامل الوقت هو اللي بيكون فيه مشكله، انه عشان تاخد الماجستير في 3 4 سنين وبعدين تبدا تشتغل في الدكتوراه وتاخد فيها وقت، فبتاخد معاك وقت اكتر. فالحل الافضل عشان نشتغل في الكلينيكال فارماسي هي الفارم دي او الزماله بلس البورد الامريكي. فانا لو هبدا، انا بختار ابدا البورد ولا ابدا فارم دي؟ لا، انا لو هشتغل هبدا فارم دي، هي دي دلوقتي اللي مطلوبه. كان طبعا من ضمن الحاجات اللي احنا بنحكي فيها بس زمان من كذا سنه، كانت الزماله، كانت عذرا الدبلومه، دبلومه الكلينيكال فارماسي كانت مشهوره جدا واخده وضعها، واللي اخذ دبلومه كان يعني حاجه كبيره جدا. دلوقتي الدبلومه انقرضت، يكاد يكون مفيش حد بيقدم على دبلومه صيدله اكلينيكيه، لانه الفارم دي غطت عليها تماما، والفارم دي دلوقتي بقت هي رقم واحد في السوق المصري بالتحديد. ولكن برضو علشان الامانه، الفارم دي المصريه حاليا انا حاصل على فارم دي ومعايا خبره سنتين، ومش لاقيين فرص عمل في الخليج. كلينيكال فارماسي مش لاقيين للاسف فرص عمل في الخليج. فده الترتيب يا دكتور محمد، لو انت يعني هتحدد اولوياتك بناء على الكلام دوت. تمام. دكتوره ليلى كانت سالت المرتب كام في مصر. الحقيقه دي من الحاجات اللي يعني مزعله الصيدله الاكلينيكيين في مصر، ومخليانا بندور على حلول تانية كتير جنب شغلنا في الصيدله الاكلينيكيه، هي ان المرتب للاسف ضعيف.
المرتبات في مصر بتاعت الصيدله الاكلينيكيه بتتراوح دلوقتي ما بين 3000 الى 6000 جنيه في الشهر على عدد ساعات عمل ما بين 36 و48 ساعه. اعلى مستشفى انا شفتها حاليا بتدي مرتب هي مستشفى دار الفؤاد، لينا زمايلنا شغالين في مستشفى دار الفؤاد في مصر. المستشفى بتدي 6000 جنيه او 6800 جنيه صافي، 6000 جنيه على 12 على 48 ساعه في الاسبوع بتشتغليهم يا دكتوره 12 ساعه في 12 ساعه، 12 ساعه اربع مرات يعني، منهم اجباري بيكون في يوم او يومين بتشتغلي ال 12 ساعه دول نايت شيفت، يعني من 8 مساء ل 8 صباحا. ده الوضع في مصر. ولكن هتلاقي زمايلنا اللي بيشتغلوا في الصيدله الاكلينيكيه في الغالب جنب شغلهم في الصيدله الاكلينيكيه فاتح صيدليه مثلا، او بيشتغل في الكورسات وبيدي كورسات، او مثلا بيدرس مثلا عامل ماجستير وشغال في السلك الاكاديمي بجانب شغله في الصيدله الاكلينيكيه. فهتلاقي دايما يعني احنا المصريين الحمد لله مكافحين وما بنغلبش، الصيدله الاكلينيكي لازم يشتغل على الاقل شغلانتين او شغلانه ثانيه جنب الصيدله الاكلينيكيه علشان يفتح بيت. يعني دي حاجه للاسف من الحاجات اللي بتعيق شويه تقدمنا وان احنا نكبر قوي في مجال الصيدله الاكلينيكيه، هو ضعف الراتب والمقابل المادي. تمام، دي محاضرتنا النهارده. لا يا دكتور محمد، مش لازم تقدير امتياز، انا بقول جامعه القاهره فقط، جامعه القاهره فقط، وطبعا جامعه اسكندريه، يعني بعض الجامعات بتشترط التقدير العالي، بياخدوا يعني مثلا جامعه القاهره طالبه 60 واحد او 100 واحد فارم دي السنه دي، فمتقدم لها 500 او 600 واحد، فطبعا بياخدوا الاعلى تقديرا في الاول، اعلى تقديرات اللي هي الامتياز. طيب هم دلوقتي طالبين 100، جالهم 200 واحد معاهم امتياز، فبيقولوا خلاص هنختار اللي معاه امتياز زائد بورد امريكي او امتياز زائد دبلومه مثلا، على اساس يفلتروا اكتر. الكلام دوت خاص بجامعه او جامعتين او ثلاثه بالكتير، لكن عندك جامعه بني سويف او صيدله بني سويف، صيدله قناه السويس، صيدله المنصوره، صيدله كفر الشيخ، صيدله الدلتا، كل دول ما بيشترطوش تقدير امتياز خالص وبياخدوا من اول جيد وانت طالب. تمام، هل في اي اسئله؟ هل في اي اسئله من الزملاء بخصوص محاضرة النهاردة؟ أي أسئلة تخص الدراسات المختلفة، الشغل، طبيعته، وما إلى ذلك يعني، لأن دي كده إن شاء الله ختام محاضرتنا النهاردة. يعني اتكلمنا النهاردة كده باختصار شديد عن تاريخ الصيدلة والمايلستونز الرئيسية في تطور الصيدلة لحد ما وصلنا للشكل المثالي ليها النهاردة في أمريكا. واتكلمنا عن الرول بتاع الصيدلة الإكلينيكي وبنعمل إيه في الرعاية باختصار برضو شديد، واتكلمنا عن الشهادات اللي موجودة وإيه الأفضل وإزاي وإيه اللي موجود حاليا في السوق المصري والسوق الخليجي كمان. أتمنى نكون استفدنا، دي بداية لحاجات كتير إن شاء الله جاية. بارك الله فيك يا دكتور محمد، ربنا يا رب يبارك لك، تسلم على كلامك الجميل. إن شاء الله في اللي جاي، في اللي جاي، شكرا جدا ليكم. في اللي جاي إن شاء الله هنحاول بقى نرتقي بالمستوى العلمي تدريجيا، هناخد كده يعني، وليكن مثلا ان شاء الله ربنا ييسر الامور، احنا معانا في الجروب بتاعنا في هيبتا كلينيكال فارماسي، يمكن انا ضفت قامات الحقيقه من قامات الكلينيكال فارماسي في مصر، في معانا دكتور محمود شعبان، في الدكتور محمود مصطفى، في الدكتور مصطفى عبد القادر، في الدكتوره وسام، في الدكتوره سمر، في قامات ما شاء الله موجودين معانا في الجروب. بارك الله فيكم جميعا يا رب. القامات دول ان شاء الله هنجتهد ان احنا نحاول نقدم المحتوى العلمي اللي احنا بنحتاجه علشان نشتغل ونجيب الحاجات اللي احنا او يعني طرق الشغل ايه هي، ازاي بعمل مثلا سوب اناليسيز، ازاي بتعامل مع مريض من اول ما يدخل لي لحد ما يمشي واحده واحده. هنتكلم لو يعني اي توبيك انتوا حابين نتكلم فيه اقترحوه،
على الجروب، واحنا ان شاء الله معانا كفاءات كتير جدا قادرة على ان هي تديكوا المحتوى اللي انتوا عايزينه ان شاء الله. يعني انتوا لو حابين ان البورد كله نشرحه على هبتة، والله يعني ما شاء الله كتير موجودين كفاءة ويعني افضل مني بكتير جدا كمان موجودين معانا على الجروب، وربنا ييسر الامور، وان شاء الله نشوفكم في المرة القادمة ان شاء الله، ويكون حاجة متميزة اكتر من المرة دي ان شاء الله.